كاتبة تمهيداً للقاء ومحاوره. وهون أنا بدي أعذر للشاعرة ليانا أنه أي تقديم هو عملياً تقليص للحجم الحقيقي لأي إنسان. ولدت ليانا بدر في القدس عام 1950 وانتقلت مع عائلتها إلى أريحة حيث كان والدها يعمل طبيباً، ثم نزحت الأسرة إلى الأردن بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 67. التحقت بالجامعة الأردنية لكنها لم تستكمل دراستها بها، ثم التحقت بجامعة بيروت العربية حيث حصلت على شهادة الليسانس في علم النفس. وتتوزع أعمالها بين الرواية والمجموعات القصصية وقصص الأطفال والسينما. الأستاذة ليانا بدر، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. اسمحي لي أبدأ بفتح منهجي لهذا اللقاء. اللقاء رح يكون عبارة عن، رح يدور بفلك عفوا مفتاحين. هدول المفتاحين رح يتفرع منهم مواضيع كثير، بدنا نحاول نضبط هاي المواضيع قديش منقدر. المفتاح الأول هو الطفولة، طفولة ليانا بدر، الذاكرة البصرية والصوتية. كيف تشكلت القدس في ذاكرة الطفلة ليانا بدر، وكيف تبلورت لاحقاً وانعكست في أعمال مختلفة؟ تفضلي. يعني بظن أن القدس من أكثر المحلات اللي فيها ذاكرة، لأنه هي مدينة عريقة وقديمة وفي تكوينات للعائلات وصداقات، ويعني القدس هي مركز دائم هذه العلاقات الحميمة بين الناس. يعني أنت فيها لا يمكن لا تعرف قصة كل واحد، قصة حياته وقصة أبوه وإمه وعمه وإلى آخره. وهذا الشيء اللي فتحت عيني عليه، يعني إنه كل المجتمع كنت أنتمي إله، كل الناس أهلي، كل الستات يعني إمهاتي أو خالاتي أو عماتي. فهذه الألفة والقدرة على إنه يثقوا ببعض. يعني بتذكر لما عمري 4 سنين كنت أقدر أمشي مسافة طويلة بعيد عن البيت، أي حدا من الأطفال يروح يجي محدش يحكي معه. عمرنا كان 8 سنين 9 سنين نروح مواكب أطفال على السينما، سينميات بعيدة عن بيوتنا، محدش يقولنا وين أنتوا. 10 سنين أركب بس أروح أريحة وأرجع مريحة، محدش يقول لي شيء. فبظن إنه القدس حالة استثنائية في العلاقات سابقا قبل الاحتلال الإسرائيلي. يعني حياتها كانت مكونة من فسيفساء من العائلات، إحنا وإحنا صغار أصحابنا كانوا في تعددية وفي كتير مختلفين، وكان في فسيفساء فعلا في المجتمع، وكلنا كنا نحب بعض ونحفل بأعياد بعض بنفس الطريقة. فهذا بيعمل خصوصية محددة للموضوع. تحديداً هون حابب أقرأ من رواية نجوم أريحة صفحة 9، ولازم يعني إحنا حوارنا رح يكون مكثف عن القدس، بس بحياة ليانا بدر كانت القدس مع أريحة لا يمكن أو يصعب التفريق بينهما. إذا سمحتي لي بدي أقرأ من مقطع: رغم أنني لم أكن أعرف أنه الوطن عندما كنت أعيش في أريحة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، كما رددت أمي مرارا. بعد عام 67 بكيت على وطن لم أعرف أنني كنت أعيشه، فقبل ذلك العام كان الفرسان يهجمون علينا بالسياط وهم على صهوات أفراسهم، يطاردون الطلبة الخارجين من مدرسة ثانوية إلى آخره إلى آخره. هون تماما عندي سؤال عن كمان حضرتك بلشتي فيه، إيش كانت أهم تجارب الطفولة ارتباطاً بالقدس كمكان قبل 67 وبعد 67؟ قديش هاي الحالات الشعورية بالضبط؟ يعني كيف إحساسك قبل 67 كان هاي المساحات كلها مفتوحة حرة، وبعد 67 كيف تحولت كيف تجلى المكان بعدها؟ الحقيقة يعني كنت أحياناً يعني كنت سنة مقسومة، نصها في ريحة نعيشها لأنه يعني والدي كان له عيادة وإحنا نعيش معه فترة المدرسة، وجزء من الخريف والعطل نروح على القدس أحياناً، أحياناً نعيش كل السنة بالقدس. فبالنسبة إلي كانت مساحة متجاوزة، أو بدك تقول يعني داخل بعض القدس وريحة كأنهم أذرع لنفس المكان.
بس القدس كانت بطبيعتها كونه مثلا أنا بالنسبة إلي كان فيها ثلاث بيوت، كان في بيت بالبلد القديمة اللي هو بيت عمتي، وكنت أقضي وقت طويل وأنام عندهم وأبقى عندهم، وكان في بيت آخر اللي هو بيت خالتي اللي كمان كنت أقعد فيه وانولدت فيه بالقدس الحديثة على الحدود تماماً، يعني كان هو الفاصل على الحدود بين إسرائيل وبين فلسطين. وكان في عندي فيما بعد مدرسة دار الطفل العربي اللي هي صارت بيتي لعدة سنوات. فهذه بالقدس كان كل بيت له نوعية مختلفة تماماً، يعني من أسواق القدس القديمة والزواريب والدهاليز والأزقة، هذه قضيت شطر كبير من طفولتي فيها، لا بيت خالتي اللي هي بمنطقة خطرة وفش بيننا وبين إسرائيل إلا بنهاية الجيران اللي كان فيها الحرس الوطني اللي هو عملياً حرس الحدود الأردني اللي كان بين الجهتين. فهذه وفيما بعد في مدرسة دار الطفل العربي اللي هي كان فيها كثير من الأيتام والناس، يعني حالات اجتماعية نتجت عن حرب سابقة مريرة يعني دمرت وأخذت ثلاثة أرباع فلسطين واحتفظت بأراضي 48 فلسطين التاريخية. فهذا كله خلق عندي طبيعة ربما متجهمة قليلاً، يعني حتى أدراج القدس الحجر المعابد الكثيرة، يعني كان في كثير كنائس كثير جوامع، فهي كانت نوع من الجدية والتفكير والرصانة، بينما ريحة كانت مثل مكان استوائي ملون كله شجر وبيارات ومياه وطيور. فكنا يعني بالنسبة إلي كأني كنت أروح على خط الاستواء أو منطقة أخرى، يعني كلها مثلا أحلام وأغاني ورقص وسينما وإلى آخره، بينما القدس كانت هي الجزء الجدي بتكويني اللي هي عم تربطني شو عم بيصير بالقضية الفلسطينية وشو عم بيصير بالشتات وبالدمار. هذا ل 67. بال 67 بصدفة شديدة حب والدي إنه يودينا على عمان خلال الحرب عشان هو يقدر يتفرغ لشغله كطبيب في مستشفى أريحة، وكان طبيب خاص بس متطوع. فباليوم اللي أخذنا فيه دمروا الإسرائيليين الجسر وبقيت في المنفى. لم أعد إلا في سنة 94، ولكن لما رجعت شفت قدس تاني مختلفة تماماً وريحة مختلفة، ريحة اللي كانت كلها بساتين وجمال ويعني مساحات وشجر صارت أكثر أراضي متصحرة وتحولت إلى مدينة عبور صغيرة للخارجين أو الداخلين من الجسر، يعني اختفت كل أبهتها الجمالية، يعني لو ما كان باقي فيها جبل قرنطر حتى بريحة بزمن احتلال. يعني لما رجعت بال94 كان من الصعب إنه الواحد يقدر يروح على البحر الميت، بينما وإحنا صغار كنا نوصل ونلعب هناك، يعني كان أرض مفتوحة بالنسبة إلنا، يعني هي كانت ريحة مطوقة بالأسوار. القدس كانت أسوار أفظع لأنه كان ممنوع إحنا كمواطنين بالسلطة الفلسطينية إنه ندخل على القدس، ولكن بطريقة ما كنت أقدر أدخل لحد الانتفاضة الثانية لما شددوا الخناق وصاروا يعملوا بدايات السور هذا الإسرائيلي الفاصل، فتحولت إلى مدينة ممنوعة. وبالنسبة إلي كمان اللي صار إنه اكتشفت إنه خلال هاي السنوات فقدت القدس يعني هاي التعددية، لأنه كتير ناس هاجروا، يعني كان في هجرة من الملل والطوائف والناس والكذا، بطلت تلك المدينة الرحبة التي تستقبل سكانها بأيدي ما مفتوحة، وصارت كتير مدينة هيك متكتمة حزينة فيها انفلات للجيل الجديد، يعني ما كانش فيه أشكال مثلا حتى من التعليم زي ما إحنا أخذناها سابقا، تفتت التعليم كمان. فكل نواتج الاحتلال، وضع القدس الخاص اللي هي محطوطة مثل رهينة مع إسرائيل ومش محسوبة مع الفلسطينيين بينما هي عاصمتهم الروحية والحقيقية، يعني هذه كله يعني في الأخير ترسب على حواجز، يعني حواجز وعلى كلنديا وعلى كل هالمآسي هاي.
في نقطة كثير هيك إذا سمحتي لي أرجع لها ذكرتيها، وهي إقامتك بمدرسة دار الطفل العربي. يعني إذا 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 ممكن تشرحي لنا هاي التجربة، وخصوصا يعني مع هند الحسيني، وهي التجربة عينيا قديش كانت مهمة بتشكيل الوعي الوطني آنذاك، تشكيل الوعي العاطفي، لا كمان يعني بجزء يعني للطفلة اللي أنا بدري، يعني كمان مش يعني تشكيل وعي ببراءة التعبير يعني بهذا. هي بالأحرى في كان عندي ثلاث أمكنة بالقدس، يعني المدرسة اللي كنت فيها وأنا طفلة، ربما أقول إنه يعني هي كانت الحضانة، اللي كانت هي المدرسة الإبراهيمية عندها جزء للحضانة، فهي علمتني وأنا صغيرة إنه بنتمي لمجتمع أوسع، وعندي معلمة وعندي صحبات وكذا. يعني هو تفتح عيني على إنه أنا يعني مكون صغير في هذا المجتمع. فيما بعد لما دخلت مدرسة ابتدائي خولة بنت الأزور اللي هي جنب مدرسة دار الطفل هلأ، بصدفة عجيبة تاريخية عجيبة، كان في معلمة اسمها ست فكرية الألياميني. هذه المعلمة يعني ما بعرف كيف لقطتني، يعني دخلت يمكن كنت 10 سنين أو هيك شيء، يعني سنتين يمكن قضيتهم هناك. دخلت المدرسة وأنا لا أجيد شيء باللغة العربية أبداً، فيش إلي أي علاقة باللغة، يعني كل شيء بشوفه بس ما بفكر إني أكتبه أو أوصفه أو شيء. اشتغلت علي شغل مذهل، يعني علمتني أشياء وكانت تهتم فيي بشكل كتير خاص، ولحقاني يعني إنه لازم أخذ كل شيء أعلى علامة، وارتبطت فيها عاطفياً لأنه كانت مثل أم روحية بالنسبة إلي. وأنا أستغرب ليش هي مهتمة فيي. فيما بعد لم يعني وين لما بالصدفة بالكتب اكتشفت إنه هي أخته لنجاة الصدقي. واو. فيما بعد هذا الإشي اكتشفته، بس ما كنا نعرف، كنا صغار وقتها، ولكن هي اللي أعطتني اللغة العربية هدية منها شخصياً، أنا بعتبرها لأنه ما كنت أعرف شيء. يعني كل إجادة اللغة والتعلق فيها والكتابة كان هذا الشغل معها. فلما رحت على دار الطفل العربي، هاي الحالة اللي انخلقت فيه من المدرسة اللي قبلها اللي هي خولة بنت الأزور وهاي المعلمة يعني ست فكرية، في دار الطفل العربي كان في مكتبة، يعني كان فيها كتير كتب، ويعني كان في منافسات بيني وبين فتيات بالقراءة، وكان قريب منا مكتبة المركز الثقافي الأمريكي اللي كانت في البناية اللي فيها جريدة سينما القدس سابقا، واللي الأمريكان أصلا شالوها نقلوها بعدين بعرفش وين ودوها، بس هي كانت مكتبة مهمة جدا لأنه كل الأدب الأمريكي كان مترجم، وكان فيها كتب يعني عن حقوق الإنسان وساينس وكتير أشياء. فكنت أقرأ بغزارة جنونية كل الأدب الأمريكي، قرأته يعني بين سن 11-12 سنة، وبصفحات كتيرة ممتدة. فالقدس كانت مدينة ثقافة، يعني تغذية ثقافة، وين ما تروح تلاقي كتب، الناس في بيوتها بتحفظ بالكتب. فيما بعد يعني لما هقول إنه مثلا بسن 14 سنة أو 13-14 سنة، اكتشفت مع والدي اللي كان منتمي لجماعة الأفق الجديد إنه في جماعة ثقافية مهمة عملت مجلة عربية وفلسطينية مهمة جدا هي الأفق الجديد، وكان يعني مكونة من أمين شنار اللي كان مسؤول مجلة الأفق الجديد، وكان فيها محمد أبو شرباية، أبو خالد البطراوي، والدي، وهاي المجلة كانت تكتب يعني اكتشفت مواهب العديد من الشعراء والكتاب اللي كانوا بدين يعبروا عن النكبة وقتها. فأنا كنت بالنسبة لهم يعني أجلس معهم وأسمع شو بقولوا، أشارك مع الحوار. هذا أعطاني فرصة إنه أقرأ يعني بكل ما يمكنني، عشاني أنا كنت صغيرة بين كبار. فمثلاً كل كتب توفيق الحكيم قرأتها في تلك الآونة، وكان في مكتبات غنية في القدس بإمكانك تلاقي أي كتب بدك إياها. يعني كل يعني أنا متذكر يمكن شيء 35 كتاب لتوفيق الحكيم قدرت أجيبهم من مكتبة المحتسب بالقدس وأقرأهم، ونوصي على الكتب اللي طلعت ومش واصلة من القاهرة.
فقرأت شارتر، قرأت يعني كل شيء ممكن الوصول له. حتى مرة كان في عيادة والدي أديب أردني يعني معروف بالأردن اسمه ركس بن العزيري، ركس بن زائد العزيري، فحكى له أبوي شو بقرأ، فقال له وقفوها امنعوها من القراءة. فأنا طبعاً ما كانش عجبني الموضوع، شو الموضوع؟ فقال له لأنه هاي إذا قرأت هلأ الأدب العربي شو بدها تعمل بعدين؟ طبعاً هذا حكي أنا بعتبره ممكن حكاه بحماسه، ولكن الأدب العربي بحر لا ينضب. يعني إحنا قد ما قرأنا كل ما تقرأ بتلاقي حالك جاهل أكثر. فالقدس هي كانت رافد ثقافي يعني أدبي بالنسبة إلي، وأيضاً يعني ثقافي من ناحية وجود سينمايات فيها كنا نروح باستمرار، يعني نقضي الصيف بسينمايات، أولاد صغار كبار كله في السينما، وكان يصير دائماً حفلات عزف يعني لأوركسترا يعني تكون قادمة من الخارج في معهد جوته، يعني كل شهر يجوا مرة أو مرتين. وكنت وقتها في دار الطفل العربي فياخدونا مجموعة كبيرة وناخد معنا ورد ونهدي العازفين. يعني تعرفنا على الموسيقى الكلاسيكية بدار الطفل، كان في كتب، كان في مناظرات، كان في مسرحيات بالإنجليزي وبالعربي. أو كأنه التجربة في دار الطفل كانت كثير مهمة كل هاي التغذية الأدبية والبصرية، يعني هي كأنها شكلت وعي ثقافي كثير كثير أساسي بتجربتك. دار الطفل غرست فيه يعني وعي ثقافي فلسطيني مؤكد، لأنه أنا كان والدي ووالدتي يعني نشطاء سياسيين وكانوا يشتغلوا بالسياسة، بس كان صعب إنه أفهم، يعني أعرف المبادئ العامة بس صعب أفهم شو عالمهم، عالمهم كان صعب. ولكن أنا في دار الطفل لما كنت مع أيتام بدير ياسين ومع صديقاتي وأصدقاء أطفال أصغر وأكبر وهيك، عم نشوف شو عملت النكبة، قديش تركت أيتام، قديش كان في وحشية يعني للمذابح الإسرائيلية من وقت دير ياسين. بالمناسبة كانت ست هند الحسيني تهتم إنه يومياً يعني يكون عندنا نشيد جديد عن، يعني كل يوم بتغير النشيد عن فلسطين، فحفظنا يعني أناشيد عن فلسطين طويلة عريضة، لأنه مدرسة خاصة محدش عاتبنا، لأنه المدارس الرسمية ملتزمة بنشيد واحد بس، يعني نشيد واحد ممنوع يغيره. وبنفس الوقت بالمدرسة كانوا يجوا معلمات يعني يلقنونا محبة يعني اللغة، محبة الوطن، يحكوا لنا إيش صار، بالإضافة إنه التراث الشعبي تعلمت عليه أو دخلت عالمه بدار الطفل، لأنه ست هند الحسيني كانت بتهتم بجمع مجموعات من الملابس الشعبية المطرزة الحقيقية يعني الأصلية اللي هلأ صارت نوالة متحف دار الطفل. فكنا نهتم بهذه الأزياء الشعبية، علمونا التطريز، نتنافس بالتطريز، كل واحد حافظ اسم مدينة. الصور اللي قبل شوي عرضتوها من عرض أزياء أقامته مدرسة دار الطفل العربي بيت الشرق اللي هو مقابلها تماما، هذه كانت جنينة بيت الشرق اللي هو الأورينت هاوس، وهاي كانوا عاملين حفلة تبرعات ضخمة، بس هي عمادها عروض هاي الأزياء الشعبية. وهذا بدل كمان على وجود نخبة مقدسية كانت تسهر دائما. يعني أنا بتذكر إنه حتى أنا بسن أصغر أهلي ويعني العائلة كلها، مش بس أمي وأبوي، يعني كل الأقارب وزوجاتهم إشي، كانوا دائما يذهبوا إلى الأورينت هاوس للسهر، حيث كانت تعزف الأغاني العربية والأجنبية ويصير رأس تانجو، وكل يعني تمارس كل الفنون بجو راقي بدون جو تزمت وبدون يعني هذا الانغلاق اللي عرفناه بعد الاحتلال، واللي ظروف الاحتلال فرضته على الناس. القدس مدينة كوزموبوليتية، ولكن الاحتلال هو جعلها تضمر وتتحول لكيان مسكر. شو يعني بمداخلاتك هيك إشارات كثيرة بتفتح على كثير محلات. أنا بس بدي أوقف ثواني هون أحكي إنه معرض، يعني بجوز بس ونذكر المعرض طبع في القدس
المقام الآن في المتحف الفلسطيني هو النسخة الثانية لمعرض طبع في القدس الذي أقيم في دار الطفل العربي، وهم شركاء مع المتحف الفلسطيني اليوم بهذا المعرض. ذكرت القدس مدينة كوزموبوليتية ودور السينما والأدب الأمريكي في رفوف مكتبات القدس، وكثير كثير بنقرأ عن القدس كمكان مش كمكان، خصوصا من أبنائها مثلك ومثل وصف جوهرية إدوارد سعيد، خليل السكاكيني، كانت دائما القدس مكان، مكان ديناميكي حيوي. قديش ممكن توصفي لنا القدس يعني بهذا المكان تحديدا، المكان القدس كمدينة حيوية منفتحة، قديش بهذاك الزمان هيك ممكن توصفي لنا مشاهد، قصص علقت في الذاكرة ممكن؟ يعني بالنسبة إلي القدس كانت مكان بيجمع العالم كله، ويعني هي ربما يعني كانت مركز الكرة الأرضية كما كنت أحسها، لأنه تعلمت فيها كل الأشياء اللي بعرفها بعدين، وكان كل شيء كانوا الناس يتشاركوا فيه. يعني كانوا إذا مثلا جيران دار عمتي بالبلد القديمة كان عندهم مثلا يعني لنقل إنه كان في صديقة بنت عمتي شاطرة كثير بالرأس، فكنا طول الوقت نقضي الوقت عندها صغار وكبار، وهي حاطة اسطوانات ونرقص، يعني في مشاركة وجدانية مش بس بالأحزان. الحياة العادية كانت سهلة، يعني كل الجيران بيعيشوا مع بعض وبيعرفوا قصص بعض وبيبكوا على قضايا بعض وبيدخلوا بعض. فما بعرف، أنا بحسها منطقة حنين قديم خلص انتهت. يعني هاي أنا ممكن أحييها بس بالأدب، وممكن أحييها بس لما أشوف صديقاتي اللي عاشوا معي كمان هاي المرحلة، سواء بريحة أو سواء بالقدس. الآن يعني ربما مع انتشار الإعلام وال يعني انتشار وسائل الاتصال، الكوارث العالمية أخذت مساحة أكبر. كان قبل عالم أصغر وحدود معروفة، وكان في تبادل إنساني على مستوى أعلى، وربما هذا بصنع كمان نوع من الأدب الحنيني لهذا الموقف وهي الأمكنة. والقدس بالنسبة إلي هي حياة كاملة معجونة، كل إشي كان فيها موقف، لأنه عرفتها من وأنا صغيرة 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 بالمشي. يعني ما كان ما مش مثل هلأ إحنا بنركب سيارة بنوصل على محل، كنا كل المحلات وإحنا صغار وإحنا كبار نمشي مسافات شاسعة، يعني بس نعرف كل الانحناءات الزواريب الأمكنة كل شيء موجود. أنا آسف كتير، مجبور أذكر بس الجميع اللي سمحت ضل ميوت. هدى بعد إذنك، شكرا كثير وأسفين على المقاطعة أستاذ ليانا. شكرا كثير، بجوز هيك خلص المفتاح الأول، وأنا كثير حابب ومتحمس كمان للمفتاح الثاني وهو اللي بده يروح أكتر بالأدب. يعني شفنا بالمفتاح الأول ليانا بدر الطفلة بين القدس بين أريحة شوي، بس القدس أكثر التجارب كيف تشكل الوعي الثقافي في دار الطفل العربي. المفتاح الثاني هو بعنوان الرواية كترجمة للذاكرة، الشعر كترجمة للقلب، وتحديدا ممكن نبدأ من الكتابة عن القدس من الداخل ومن الخارج. المضبوط، انت وانت تحكي خليتني اتذكر انه انا كنت لما كنت اكتب نجوم أريحة كنت اسال عمتي اللي كانت مقيمه وقتها بعمان، لانه هي لما صار 67 هي وبناتها كان يعني بناتها كانوا يشتغلوا بالكويت، اللي هي كانت من عمتي هاي من بيت حسيني وبيتها بالبلد القديمه اللي هو كان موجود بالدار الكبيره اللي هي دار البيرة اللي كان يطلع منها الحج أمين للنبي موسى يعمل الحج الصوفي وقتها. فهدول يعني دار عم كانوا بالكويت خلال 67 كل واحد كان خارج البلد منع من العودة نهائي، فلم يستطيعوا العودة إلى فلسطين. ف
فلما كنت أزورهم بعمان خلال فترات كتابتي لنجوم أريحة كانت تحكي لي عمتي أشياء وتعرف إنه بدي أكتبها. فاللي بضحك إنه يعني بنات عمتي وقتها كانوا أوقات يحكوا شيء بعدين يقولوا أسكتوا تحكوش قدامها بلاش تقولوا. أنا خلص أخذ إشي زي ما هو أحطه بالأدب يعني مثل مادة ترميها بطنجرة بتصير طبخة. فيعني اللي بيخليني أتعرف على نفسي وعلى هويتي هو لما أكتب عن الأمكنة والحوادث والأشخاص اللي عرفتهم وبصفي حساب مع الزمن، لأنه بحس إنه الزمن يعني حرمني في وقت باكر من أمي اللي ماتت وأنا صغيرة، وحرمني في وقت باكر من وطني، وحرمني في وقت باكر من الاستقرار. يعني لما حتى في الجامعة كان في مشاكل إنه أخلص، مشاكل سياسية إنه أخلص المرحلة الأولى، عملت 3 سنين في الأردن واضطريت أروح على بيروت لأنه انتقلنا على بيروت. في بيروت يعني الحرب الأهلية، الدمار، يعني كان لازم أحارب ذاكرة بذاكرة، أحارب ذاكرة القصف والدمار والتدمير والموت دائما بالذاكرة اللي هي المكان الأول، الذكريات، المحبة، الحب، كل هاي العواطف اللي إحنا الناس تعلموا يمشوا يرموها تحت رجليهم، يعني ما حدش يفكر فيها. لكن أنت بالأدب لما تفتش على نفسك لازم تفتش عليها، ما بقدر رجعك عليها إلا المكان الأول. فهاي هي دخول هذه الأمكنة إلى كتابتي. بالشعر حقيقي أنا كثير كتبت عن الحواجز، حواجز الإسرائيلية اللي شفناها من بعد الانتفاضة الثانية يعني بوجودي هون، وكثير كتبت عن الأمكنة والبعد عنها وعن يعني عن الاستعمار الكولونيالي والمستوطنات. يعني هذه لأني مش كاتبة سياسية بس بقدر أكتبها شعر. يعني ربما هذا الحنين والشجن كمان كان مرتبط بالشعر أيضا إلى الحنين إلى الحب، اللي حسيت إنه خروجي من بلدي خلاني أعيش حياة يعني مقطعة الأوصال بين مدن متعددة وأماكن متعددة من دون ما أحس يعني فيه. هو كان لازم أعمل جسر بينهم، هذا الجسر هو اللي لأم حياتي، هو الأدب، إنه أكتب هاي الأمكنة وأكتب هؤلاء الناس سواء بالرواية أو سواء أكتبهم بالشعر، وهكذا أتعامل مع الحياة. يعني هذا كانت بوابتي أو العتبة للحياة بعيداً عن القدس وبعيداً عن الوطن الأصلي. وللحقيقة هلأ لما رجعت ما بحس إني أنا بطني الأصلي حقيقة. يعني أولاً أنا بنتمي للقدس وكل عيلتي هي بالقدس، وهلأ بقايا العائلة موجودين بالقدس، وإحساس المكاني هو مرتبط بالقدس already. فربما إنه رام الله هي يعني حلوة كتعددية بين الناس، وإنه بالأيام العادية الصيف حلو كتير وفي بصير عروض فنية تقدر تكتب، يعني فيها حياة ثقافية نابضة أكثر من القدس. بس أنا مكان الأصل دائما أحس إنه هو القدس، وأني ما زلت مطرودة منه، يعني لم يحدث شيء، رجعت على الوطن بس أنا عايشة برام الله وما بقدر أدخل على القدس. هذا الأدب لازم عشان تقدر تعيش تكتبه في الأدب. ذكرت مقطع كثير كنت بفكر فيه للشاعر الكبير محمود درويش، عدت ولم أعد، لما رجع على غزة كثير كثير كان قاسي، وكثير هيك كمان بتجلى بمداخلتك. النقطة الثانية إنه في فعلا في جملة كثير، يعني شكرا كثير إنك ذكرتيها، إنه فعلا الكتابة هي تصفية حسابات، وكأنه كمان كانت بعيد صار اللي لا يمكن الإمساك به اليوم يعني برام الله بعيد عن القدس كم كيلو متر، بس القدس بالمخيلة كثير كثير بعيدة، خصوصا يعني للجيل اللي كمان ما راح وهيك. بس بدي أروح لسؤال تفصيلي أكثر وممكن أعيد صياغته، كيف تقنياً يعني هون ممكن كيف صفيت حساباتك بالكتابة سواء بالرواية أو بالشعر مع القدس كمكان؟
يعني إذا بدنا نحكي أكثر بالتفصيل كيف كان مثلا دور الرواية الأساسي؟ يعني أنا بدي أقول لك شيء. نعم. يعني مثلا أنا كتبت نجوم أريحة، هي اسمها نجوم أريحة، وكان يعني عنوان استعارة لنجوم اللي أخذت الرعاة للمسيح ببيت لحم. يعني كيف اكتشفوا المسيح؟ أنا بالنسبة لي كان العودة للوطن، يعني أريحة هي عنوان، هي اسم، بس هو الوطن بالأساس. فكان بدي نجوم تدلني، لأن أنا بالنسبة لي كوني انولدت بالقدس، نشأتي هي متأثرة كمان بالتراث المسيحي. أيضا أنا كنت أذهب مع يعني أقاربي دائما، زي ما كنا نروح على يعني الأماكن الإسلامية، كنا نذهب إلى القيامة وإلى الكنائس نشوف شو بيصير فيها يعني، والتسامح اللي كان موجود. يعني التراث المسيحي أيضا جزء من تكويني، وأيضا الأرمني، كل الناس عاشوا هناك وعرفوا بعض على اللي بيعيشوا فيه. وما كان في يعني لما صار عمري 20 سنة ما كنتش أعرف شو معنى كلمة طائفية، كنت وقتها بلبنان بس بعرفش شو معنى كلمة طائفية. أتمني أطلب من الناس يشرحوا لي إياها، مش قادرة أستوعبها يعني، إلا لما شفت كيف بيصير قصص ومشاكل بلبنان. فبالأدب يعني هي هاي الأمكنة تحفر نفسها وهي بتنوجد في قلبه للواحد غصب عنه. فأنا كمان مثلا لما كتبت الخيمة البيضاء، هو عن سيرة امرأة بدها تمشي خلال 24 ساعة توصل من رام الله تدخل على القدس عشان تنقذ إحدى الفتيات المهددات من عائلتهم بجرائم، ما يدعى جرائم الشرف، اللي هي طبعا كذب، هي إلا الشرف من الأهل. فكمان هو الخيمة البيضاء هي رحلة فعلا من يعني 24 ساعة تبدأها برام الله وبتوصل على الحاجز. أنا ما بكمل إنه هي الست قدرت تدخل، أنت بتتوقع إنه هتدخل هي، ولكن بوصفها لحد ما توصل للحاجز وبتعبر، بس الثمن باهظ يعني. يعني بيكون الثمن باهظ إنه هي عبرت الحاجز وقدرت تدخل على القدس لتنقذ هاي الفتاة المهددة. أيضا لما كتبت أرض السلحفاة كمان تنقلت براحة بالماضي بين القدس وريحة زي ما كان يصير. يعني حسيت إنه كل هاي الحواجز، يعني هلأ إحنا برام الله صعب ننزل عريحة، يعني عادة منكون حاسبين حساب إنه شو في الطرق اللي فيها مستوطنين، إيش ده يصير مشاكل، أحيانا ممكن يطلع لك دورية وتوقف الناس ساعات ما تقدرش تدخل، بتصير تندم إنه يا ريتني بقيتي ببيتي ما طلعتش، أو تكون راجع من ريحة على رام الله وفي مشكلة. يعني هذا التعقيد اللي عايشينه تحت هذا الاستعمار الاستيطاني الشرس كله عمليا، انا بالنسبه لي هاي الشحنه كلها عم بحطها بالروايات من دون ما اخطط او اقصد. ليش بعرفش يعني؟ لانه لما اكتب بكون اكتب بعالم من الكتابه اللي هو مثل انت تحت مظله وما بتفكر كم نقطه مطر عم تنزل عليك، انت بتفكر انه بس بدك تحط هاي المظله وتتقي نزول المطر حولك. جميل. فعشان هيك ما كان عندي يعني حاجز، دائما في تداخل. واللي بقرا نجوم أريحة بستغرب انه اسمها نجوم أريحة بس فيها كثير اشياء عن القدس. إذا سمحتي لي كمان سؤال، أنا آسف كتير بجوز. شكرا كتير طبعا، إجابات وافية ودخلات عظيمة. في رواية أرض السلحفاة صفحة 71 تحديدا، إذا بتسمحي لي أقرأ، بتحكي ما هو شكل الحنين وكيف يظهر في آلة الكاميرا صغيرة الحجم وكيف يظهر في آلة الكاميرا صغيرة الحجم، وهل يستطيع أحد أن يلتقطه في صورة كي يترك له المجال ليمشي على شاشة بيضاء تحمل دبيب الزمن داخلها وترتعش مثل جلد رقيق يمر عبره تيار رقيق من رجفة البرد الشتوي الشديد، أم أنه فقاعات خفية تتطاير مثل غاز الأكسجين تطلب من الفتى ابنها أن يصورها على درج البيت الكبير في البلدة القديمة في القدس، يحمل كاميرته الفورية للاستخدام ويأخذ لها صورة وهي تتكئ على درجات المدخل ويعطيها لها، تشعر
بأن ظهره كبير بعمر 4 سنوات ما زال يحمل ملمس أحجاره الصلبة حتى الآن. قبل سنين وسنين حردت ولم تقبل الدخول إلى المنزل بعد أن عنفتها عمتها لسبب عائلي لم تفهمه بمداركها الصغيرة، وقالت أن إنها غير مؤدبة، ثم وصفت أمها بأشنع النعوت. يعني السؤال عينيا هون عن كمان إذا برجع شوي لنقاش خلناه قبل اللقاء، كيف إنه بالروايات كأنه كاميرا عم تأخذ مشاهد، فهون في مشهد كثير كثيف عن الحنين وعن القدس وذاكرة كثير عينية. السؤال شوي بيبدأ من هون بس بيطلع لمراحل مختلفة، كيف كان شكل هذا الحنين حينه، وكيف تغير شكل الحنين في تجربتك الممتدة؟ يمكن هذا الحنين تغير انه اكتشفت انه في مساحات واسعة من الرصد يعني للداخل، العواطف الداخلية اللي ما كان الواحد قبل. ربما يمكن هذا بعود للتجربة المقاومة الفلسطينية اللي انا يعني كنت معجبة جدا فيها وانا في الجامعة، وبعدين انضميت واشتغلت وعشت في بيروت 10 سنين وكنت عايشة في المخيمات دائما، يعني عندي عمل تطوعي بشكل شبه يومي مع النساء. فتعلمت يعني اول اشي تطور لمعنى هذا الحنين من بداية دار الطفل العربي اللي خلتني احس بمشكلة ال 48 اللي صعب اني اعرفها لحالي، لانه انا كنت عايشة في اسرة يعني وضعها يعني اوكي عندهم شجونهم السياسية بس انا مش ما الي دخل فيها. فتفاصيل النكبة الفلسطينية تعلمتها هاي في دار الطفل العربي واحنا صغار. يعني كان في حلقة تانية انه العمل الفدائي فيما بعد، واحنا طلاب عمل طلابي فدائي فيما بعد العمل في المخيمات، خلاني اتعلم الحنين الجماعي. يعني صرت اسمع في المخيمات لما كنت اشتغل مع نسوان صبرا وشتيلا خلال سنوات وجودي في بيروت، كانوا يحكوا حياتهم وقصصهم يعني حتى اكتشفت ال 48 لاني ما كنت اعرف 48، فاكتشفت هالامثال الشعبيه القصص اللي بيحكوها النساء لغتهم. يعني صار وسع رقعه الحنين الفلسطيني. فيما بعد دخلته من الادب، كانت البوابه الكبيره محمود درويش. محمود درويش هو اللي علمنا انه كيف نشوف جماليه الاشياء، كيف نشوف جماليه المكان الفلسطيني. فاللي فيما بعد حدث انه لما رجعت على فلسطين قمت برحلات مثل غيري لكثير محلات، اكتشفت انه كل هاي المحلات ما إلها معنى اذا انت داخلك ما مش موجود المعنى. يعني هي ممكن تكون ذاكره سياحيه انه تروح تتفرج على يافا على حيفا، بس المعنى الاصلي تشوف حالك وارتباطك بالناس اللي عاشوا هاي التجربه. فبالتالي انتقل هذا الجزء من الحنين للكتابه للشعر لا يعني للتعبير عن النفس. وبظن انه كل ما بيقدر الواحد يكتب اكثر هو بيقدر يعرف مساحات شاسعه اكثر، يتعود عليها ويعرفها اكثر، ويعرف قيمه الناس والامكنه اللي عرفها فيما سبق. لانه مثل ما قال كبابي انه احنا بهمنا الطريق الى البيت، يعني شو شاف الواحد خلال الرحله من عطور ومن يعني من قوافل ومن ناس، هذا هو اللي بهمنا. ما بهمنا التفاصيل انه بس هو وين تغدى وين افطر وين تعشى الواحد. شكرا كثير بصراحه. نفسي اسال كمان كثير اشياء بس عشان ما اكون عشان ما اكون اناني بدي يعني تقريبا لا ضايق. اسأل مش ضروري اقرا انا، انت قرات اشياء من اللي انا قراتهم، يعني مش داعي ابدا اقرا. اسأل. الفكره مش بالقراءه، ممكن اعطي الاساتذه الموجودين اذا حابين برضه يسالوكي، بلاش اكون ماسك الصوت كله. بس قبل ما اعطي المجال حابب يعني اذكر انه المتحف الفلسطيني ان شاء الله رح يفتح خلال الأسبوعين القادمين، وبالتالي ممكن
يعني معرض طبع بالقدس في 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 هذا الثقل اللي يعني شرفونا بزيارتكم وزيارتكم يعني زيارتكم للمعرض. بدي افتح المجال للأساتذة الموجودين، لاي حدا اذا عنده سؤال ممكن ناخذ ثلاث لاربع اسئله. طبعا الاسئله كلها راح تكون موجهه لك استاذ ليانا. اذا حد حابب استاذ سعد عبد الهادي تفضل. سلامات. اهلين. يعني كثير بيوضح يعني هيك تفاصيل من فكريه اجر، فيعني يعطيك ألف عافية، وكان كلام كتير ظريف، وحطيتينا بجو الكتابة وجو إمكانيات الكتابة وكيف يعني كيف صناعة هالرواية اللي كنت تشتغلي عليها. وواضح بدر، بدي أهني إنه لقط فكرة المشهد السينمائي اللي أنت تتميزي فيه بالكتابة، مش بس مشهد سينمائي، وبكتابة أدبية رفيعة، فبيطلع وصف أدبي جميل في معظم الروايات عشنا فيه وشفناه، وبنتقل بمشاهد، وهذا بجوز اللي أهل لموضوع السينما ودورك بإخراج أفلام وكذا، لأن هيك بتشوفي، وهذه سمة أدبية للرواية أظن إنها مش دائما موجودة. يعني في روايات بتنعمل مش مشاهد، بتنعمل بطريقة تانية، فروايتك بتتميز بهذا التميز، وهذا بعطيها غنى وحياة والتنقل، كأنه الواحد بتنقل بالرواية بطريقة معينة. فيعني حبيت أحكي هذا الموضوع. والشغلة الثانية اللي بحب جوز أسأل عنها، اللي هو يعني الفارق ما بين مراحل. يعني أنت مريتي بمراحل مختلفة بالكتابة، من روايتك الأولى أو رواياتك الأولى اللي يعني كانت بطريقة معينة، وإلى أن وصلت إلى أرض السلحفات اللي هي الرواية الجديدة، واللي فيها يعني حسيت أنا بجوز بنقلة، فيها شوية شبه من بعض الروايات القديمة من حيث المشاهد واللغة الأدبية، ولكن فيها نقل على مستوى الرواية. فيعني بحب هيك نسمع منك شوي على هذه النقلات اللي صارت بالمراحل المختلفة. وأخيرا بحب أحيي المتحف طبعا على افتتاح المعرض، يعني شفناه طبعا على الفيديو اللي بعتوه كذا، ومتحمسين نيجي نشوفه لما بيفتح المتحف ونيجي نتفرج عليه. فألف عافية ومبروك افتتاح وهي سم... بسلم عليك وسلم عليك وعليك مها. الله يسلم، وفرصة حلوة. سلام. تسلم تسلم. بدها تسأل ميسرة قبل ولا أحكي؟ يانا كانت حابة أكثر تفاصيل عن حياتنا، زي ما في إحدى رواياتك أول رواية يمكن أكثر عن حياتنا بدار الطفل، عن ستين كيف كانت كل يوم تحكي معنا كلمة، هي يعني منها عرفنا إنه في إشي اسمه فلسطين. شايفين؟ أنت ذكرتي إنه كنا ننشد كل يوم نشيد وطني في فلسطين، بس كانت كل يوم تحكي معنا كلمة. يعني حتى اللي بذكره منيح منيح إنه كانت توقف مثلاً، لأنه إحنا معظمنا كان أيتام والآخرين، فكانت تقول ارفع راسك، ما تخجلي انك انت يتيمه، سيدنا محمد كان يتيم، تتذكري يا ريانا؟ متذكري طبعا. فكانت كل يوم. بعدين بدي اذكرك في شيء ثاني، الحفلات انا مره ذكرتك فيه لما شفتك اول مره، اللي كانت فيه كل سنه على الكريسماس، التراث والعرس الفلسطيني، وقد ايه كنا احنا متلهفين، كنا صغار بس متلهفين انه احنا نشارك. فمره كتبنا، قلت لك يا كتبنا على لوحه المنبوذات الثلاثة، اللي هو أنا وإياك وحنان حسين، إنه إحنا يريد ندخل مشان نعمل القهوة أو نضيف القهوة. شايفين؟ فهذه كنت حابة إن تحكي عنها بتفاصيل أكثر، العرس الفلسطيني كان يكون، أو إذا تتذكر بقاعة الطعام قصة سيدنا عيسى كيف كانت قدمه صاحبتنا لطفية الطرق تكون هي العذراء، وإلى آخره رحلتهم من ناصرة. حتى حبيت أنا هاي تذكريها إذا أنت إذا بتسمح يعني ولو قصير. هو أبدأ بسؤال سعد وأوصل لميسرة. سعد، أنت لما حكيت عن السينما
السينما هي يعني هي داخلة في كتابتي، لأنه كتابتي بصرية، يعني بكتب الشيء كأني عم بشوفه، كأني عم بحس ملامسه، بحس لونه، بحس طعمه. فربما هاي نوع من الكتابة اللي هي كمان بسبب تعلقي بالتراث البصري اللي هو إحنا عشنا بين الألوان والرسوم، يعني رسوم الملابس الشعبية المطرزة، يعني هذا الحس اللوني بنتقل للسينما. أيضاً بالنسبة للي اللي حكيته كمان عن إنه كيف النقلة في أرض السلحفاة، أنا بظن دايماً إنه كل رواية لازم تختلف عن الرواية اللي قبلها، فيش ولا رواية لازم تشبه اللي قبلها، تكون مختلفة. فلازم يعني هذا تطور طبيعي لأي كاتب إنه ما يكتب دايماً بنفس الطريقة ويطور حاله. بالنسبة للي حكتيه ميسرة، الحفلة اللي كانت تعملها ست هند لكل المدرسة وكانت تشرك فيها السياح، كانوا يجوا السياح بكثرة يتفرجوا عليها، هي رحلة المسيح عبر المدن الفلسطينية وصولاً إلى القدس، وكان كنا يعني كان يتم خلالها عرض لكل اللبس الشعبي والدبكة والأغاني، فكان يصير جو من الفرح بالمدرسة، هو عيدنا الحقيقي. هذا الاهتمام التفصيلي اللي وقتها عززته مس آن اللي كانت تعمل رسوم للمدن الفلسطينية بالسيرويت، يعني بالأبيض والأسود، وتعلقها على الحيطان، ويخلوا كل لابسين أتواب شعبية يغنوا ويرقصوا ويدبكوا، يعني هاي البهجة اللي انزرعت في حياتنا أساسها كان هو التراث الشعبي. ففعلاً إحنا ارتبطت فلسطين عنا بالألوان، يعني ما علمتنا يعني ست هند إنه تعالوا اشكوا على فلسطين وابكوا عليها، تعلمناها من خلال الفرح أكثر، من اللبس الحلو، من الدبكات، من الرأس، من الأفلام، من كل الأشياء اللي قدرنا نمارسها ونتعلم من خلالها شو معنى الوطن وشو معنى القدس كمان. شكراً حبيبي. عفواً. بدر وينك؟ أنا موجود. أي سؤال أو استفسار تاني؟ الزملاء، الأصدقاء، الأساتذة؟ أنا بحب أن نذكر قديش تأثير أريحة على أدبك، ويعني سمعنا كتير عن قديش القدس والحياة فيها أعطتك إحساس بالشعور بالوطن وهذا، بس أكيد ريحة في وقت من الأوقات كان برضو إلها تأثير من نوع آخر، فيعني بحب أنه كمان أكيد هذه الجلسة عن إشي مخصص بالنسبة للأدباء القدس، بس يعني ما بتقدر تفصل الاثنين عن بعض، لأنه التأثير تبع أريحة والقدس مرتبطين في رواياتك وكتاباتك اللي هي ناجمة عن تجربتك الحياتية في المحلين. حقيقي هذا كتير حقيقي اللي بتحكي، وفعلا هي ريحة كان هي مكان مختلف تماما، هي كانت خارجة، يعني يمكن كنا عم نكبر فيها لحالنا بدون إرشادات العائلات المتشابكة اللي كانت بالقدس، يعني القدس أعطتني ذاكرة، بس ريحة أعطتني حياة ملونة. يعني ما بنسى لما كمان ريحة عملت فينا الوعي الوطني، وما بنسى لما عملنا مظاهرات أنا وياك يا مها ومعانا نهى، وما بنسى كيف أخذونا على المخطر واعتقلونا. يعني كل هاي الإرهاصات، الإحساس الوطني، الإحساس تميز وتفرد الهوية الوطنية الفلسطينية، الهتافات، المظاهرات اللي كانت تصير، التشبث يعني بصدقاتنا، كان في كتير صدقات بريحة بين مجموعات كبيرة من الناس، يعني ما كناش نمشي عبيت إلا نعرف شو زرعين بالبستان عندهم، وهدول عندهم مرض، هدول عندهم كذا، وهدول كذا. يعني هي أعطتنا معايير أنا بلاقيها أخف شوي مثل الفراشة، يعني إحنا تعلمنا كتير عن الأشياء الوطنية، وتعلمنا عن يعني فن كيف إنه نكتشف معنى الوطن، وكان في حبل سري دائماً بين القدس وبين ريحة، لأنه كمان ريحة فيها تعدد
ثقافي وإثنيات وأديان مختلفة، وكانوا صحباتنا إحنا نحتفل معهم بالكريسماس، يحتفلوا معنا بالأعيادنا اللي العيد الكبير والعيد الصغير. فيعني بلا شك إنه هي ريحة كانت كتير يعني مكان جميل للذاكرة، ومكان إحنا كنا فيه زي ما بدنا. يعني كنا مثلا نروح على المدرسة نمشي الصبح مع بعض لنقل، وكنا نحط طوائق زي بعض، يعني كنا نضبك ندخل بذبكة، كان فيها حرية، يمكن كان فيها تحرر. المدن الصغيرة الريفية اللي كلها شجر، اللي ما كان حدا فاضي يقمع حدا، يعني بينما يمكن لو عشنا في بيئات المدن الكبرى كان كثير في ضغط علينا أكثر من هيك. وطبعا هي لهلأ أنا بحس يعني ريحة القديمة أشجار البرتقالي اللي كانت ريحتها بتعبي الدنيا، زهر البرتقال والقمر، إشي هو عالم انتهى بس هو عايش فينا، يعني انتهى من الخارج بالتصحر اللي عمله الإسرائيلي المحتل، ولكن هو ما زال يعيش فينا وفي كتابتنا وفي صداقتنا وفي حياتنا وفي كل الأشياء. وبحس كمان إنه عيلتنا كان لها دور في نشأتنا الوطنية هاي، لأنه كانوا عارفين كل إشي عم نعمله وتركونا على حريتنا وعلى سجيتنا. يعني لما أخذونا حبسونا كانوا أهلنا سهرانين، وأبو سمير حليلة الله يرحمه كان سهران عند أهلي، وكنا عمالنا نحكي شو بدنا نعمل تاني يوم. بس طبعاً لما أخذونا على السجن أهلنا تبروا من أي معرفة. بتوقع بس تغربش اللي حكي فيه تبروا. لا هاي بدها قعدة تانية. أخذنا معنا محارم كثير، كلينكس حملنا، قلنا يمكن ناكل قتلة هلأ بالسجن. هذا اللي تشاطرنا يعني. فعلا أهلنا كانوا أعطونا مجال لهاي الحرية، وبظن إنه هذا الوئام اللي كان بالمدينة له كتير علاقة بطبيعتها كمان، يعني هاي الطبيعة الملونة الساحرة الدافئة اللي ما بيجي برد، اللي يعني نقاء الهواء كلها، البساتين البيارات كلها كانت تعمل نوع من الوسط الحلمي مثل الحلم. يعني أنا لما أتذكر كيف عشنا وفعلا الحرية اللي أخذناها ونروح ونيجي زي ما بدنا ونحكي زي ما بدنا، يعني هذا كان كنز لا يمكن إنه نستغني عنه. وبالمناسبة لو سميرة كمان موجودة، كمان عندنا وحدة رحوية عم تحضر بهاي المجال. شكراً كتير، شكراً كتير على هاي الاستذكارات اللطيفة، وشكراً على هذا اللقاء أستاذ إليانا. إذا بقدر بطلب أخير، معنا تقريباً دقيقتين لقراءة من أرض السلحفاة، إذا بتحبي تقرأي لنا مقطع ننهي في هذا اللقاء الحميمي والجميل للدافع. بدك إشي معين؟ إيش ما بتحبي؟ أنا كنت محضرة مقطع من نجوم أريحة، مقطع عن القدس عملياً، اللي هو: وهناك قرب الباب الأخير في سور القدس طبيب أسنان أرمن، أذهب إليه مع أبي وأنا أوشك على الطيران فرحاً، لأنه سيتاح لي التفرج على أسنان أبي أثناء مداواتها، حين سيخرق السيخ الكهربائي أضراسه، نجتاز أبي وأنا الأزقة كلها، الحارات، البيوت، والأدراج، والأسواق المظللة، دكاكين السنتورية وهم يضحكون على شغف السياح الغربيين بالجمال وبيوت الشعر، نمر بأوراق التبغ المعلقة على الحبال في سقوف الدكاكين، بالجلد المدبوغ داخل المحلات، بباعة الحلقوم المطبق الذي يسيل شباه العسلي ناشراً عبقه الدافئ، وبقراطيس القدامة المكسوة بالسكر الأبيض الممزوج بماء الورد. من جميع الأمكنة تطل علينا أحجار سور المدينة التي ترمقنا بالحماية والبركة أينما توجهنا وحيثما يممنا، إلى أن نصل إلى ذلك المكان القصيم اللائذ بنهاية العالم المرئي، فأقطف من توي نتائج الرحلة الأسطورية
حين أتفرج على الدمى التي يصفها الطبيب التي يصنعها الطبيب من الشمع المستعمل في صناعة الأسنان. يبدأ الطبيب طويل القامة في العمل بعد أن يلقي لي بقطعة من علكة السهم، وأبدأ بدوري في اختلاس النظر إلى أسنانه حين يحادث أبي: أي مختلفة عن أسنان مرضى أم أنها تشبهها؟ أنتقل بعدها إلى تملي الدمى الجميلة ذات العيون الوسيعة والأفواه الحمراء، كل دمية أجمل من الأخرى، وكل ثوب ينافس الآخر رواء وألوان. الدمى تفرخ نفسها بنفسها وتتوالد من تلقاء ذاتها وتتزايد كل مرة دون أن يخطر لي كيف يهتدون إليهم. أظن بكفي يمكن. شكرا. يعني بصراحة ما بكفي بس بتمنى يعني بهذا اللقاء يتجدد باللقاء على أرض الواقع في المتحف الفلسطيني يعني اللي بنقدر فيه ناخد راحتنا أكثر ونروح لأبعاد أوسع ونقرأ قراءات أطول. شكرا كثير إليك أستاذة ليانا بدر، شكرا كثير لجميع الحضور، لقاء كثير جميل. أنا بس حابب أذكر إنه هاي اللقاءات تعقد على هامش معرض طبع في القدس مستملون جدد، وهذا كان اللقاء الأول فاتحة لقاء سلسلة اللقاءات الحوارية مع أدباء وأديبات من القدس. اللقاء القادم رح يكون ضيفنا الأستاذ محمود شقير، رح يكون اللقاء يوم الأربعاء بتاريخ 12 آب. يعني مش قادر إلا أنه أحكي شكراً كتير أستاذ ليانا بدر. شكراً للمتحف الفلسطيني، وشكراً إلك بدر، وشكراً لعادل، وشكراً للجميع اللي ساهم ولمرح وللكل. شكراً يعطيكم العافية. أنا كتير حابب أشكر كمان بصراحة دكتورة عادلة، وفرت لي كتب نادرة جداً، فشكراً كمان دكتورة، وشكراً مرح طبعاً والفريق والفريق. شكراً لكل الفريق. ويسلم إيديكم. شكراً. على أمل لقاء. على أمل اللقاء جميعاً. يلا باي جميعاً. ملاحظة أخيرة أنا آسف كثير، هذا اللقاء راح يكون متوفر على يوتيوب بعد أيام قليلة. شكراً. راح يكون متاح. شكراً جزيلاً. إلى اللقاء. يسلموا. مرسي. شكراً. حياتي. باي باي. باي. باي.